بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا الاثنين تشيك بوكس وكانوا بيضربوا بسبب ان الفانكشن مش موجودة. هنروح نأدي الفانكشن بتاعتنا ونكتب جواها الكود بتاع التشيك بوكس دول اللي هتعامل معهم. فعملت الفانكشن اللي سميناها تشيك بوكس كليك، وطبعا هتاخد فيو، ده البارامتر بتاعها. يبقى شال بالنسبة لي الفيو، سميته في طبعا، او سميها فيو او سميت تشيك بوكس زي ما انت عايز، كلهم بالنسبة لي واحد. انا سميته تشيك بوكس خلاص، اي مفهومة، بس انا عاملها، عامل اصلا فانكشن للتشيك بوكسز بس. فطالما عملتها خلاص ما بقاش في ديجيت ران بقى كده. ايوه عادي بقى، بيعلم ويشيل التعليمه، مش عنده مشكله. طبعا تشيك بوكس يا ترو يا فولس دايما، ممكن ده وبيستخدمه لما يكون في احتمالات انه ممكن يحرك، يعني يستخدم اكتر من واحد في نفس الوقت، يعني مالتيبل تشويس. طيب وين ان التشيك بوكس دوت اي دي، اختبر على التشيك بوكس اي دي عشان اشوف. فقلت له لو الار دوت اي دي كانت ديسكاونت تشيك بوكس هتعمل ايه سيادتك؟ قلت له طلع لي توست قول لي ان ده الديسكاونت، ماشي؟ او لو كان متعلم عليه اقول له قول لي ان هو تشيكد، او الثانيه او الس يبقى مش تشيكد يعني مثلا. فالديسكاونت تشيك بوكس، اي تشيك بوكس في حاجه اسمها ايزي تشيكد. ايزي تشيكد بتطلع لي، بترجع لي ترو لو الراجل معلم عليه صح، وبترجع لي فولس لو اليوزر مش معلم عليه صح. فكل اللي هعمله ان انا هطلع توست مسج واقول له الديسكاونت تشيكد بس، خلاص تمام. ممكن اقول له else واطلع له برده التست برده واقول له ايه ان هو خلاص بقى ايه unchecked مثلا، discount unchecked. فبقى عارف بقى الفكره كلها بس باسم التشيك بوكس دوت از تشيكد، بعرف هو معلم عليه ولا لا، وبناء عليه باخد القرار. هنا القرار بس عشان اوريكم بس الكنترول بيتعامل ازاي، هو مجرد مسج. طبعا انا ممكن اقول له برده r بس مش دوت r دوت id بس مش دوت discount، هقول له مثلا على التاكس نفس الاسلوب بالظبط، على التاكس تشيك بوكس. بدل ما كنت بسال على الديسكاونت هسال على التاكس وهقول له تاكس تشيكد والتاسك ايه تاكس ان تشيكد في الحالتين. طيب برضو بنفس الاسلوب، لو انا عايز اعمل الباتن بتاع اللي هو كان اللي احنا كنا بنسميه تشيك ستيتس باتن، تشيك ستيتس برضو لو انا عايز اشغله ممكن برضو اقول نفس اسم التشيك بوكس دوت از تشيكد ولا لا واشتغل عليه. دلوقتي ما بعلم على التاكس، قال لي التاكس تشيكد شلت، قال لي التاكس ان تشيكد. لما علمت على الديسكاونت شلتها، قال لي الديسكاونت ان تشيكد. علمت على صح، قال لي الديسكاونت تشيكد، التاكس تشيكد، وهكذا. وبالطريقه دي بقدر احس بايه هو علم على انه تكست بوكس بالظبط. ولو عايز احط تحت اي باتون تاني هقول اسم الايه تشيك بوكس دوت ايزي تشيكد واعرف هو اتعلم عليه ولا لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.